يخص توقع لنتيجة اللقاء، يعني من وجهة نظر الشخصية تنظن على أن الرجاء الرياضي سينتصر بهدفين لهدف واحد وسيتوج بكأس الكونفدرالية. السلام عليكم، نهار مبروك هذا، نبوسوا العالم المغربي، ديما مغرب ديما رجاء، مبروك الجمهور الرجاوي ومبروك لجميع المغاربة التتويج المستحق بكأس الكونفدرالية واللقب الإفريقي التاسع للرجاء الرياضي. برافو اللاعبين بالعزيمة بالجرينتا بالقتالية بأي حاجة، يعني اللاعبين كما كنقولوا قدموا لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معنا، تمرمدوا في أرضية الملعب ما بخلوا ولا بقطرة عرق. مثل هذه اللقاءات هكا تتربح، مثل هذه اللقاءات هكا تتربح. الرجاء الرياضي يثبت يوم بعد يوم على أنه يكبر في المواعيد الكبيرة، الرجاء البيضاوي يثبت على أنه من أقوى ومن أعرق الفرق الإفريقية. من زنيتي وانت طالع، وانا كنشكر في اللاعبين، اللاعبين كلهم قدموا لقاء كبير بكل ما تحمل الكلمة معنا، ابتداء من مرحلة المجموعات بطولة مستحقة للرجاء الرياضي. أقوى هجوم هجوم الرجاء، أقوى دفاع دفاع الرجاء الرياضي، أفضل حارس الحارس زنيتي، أفضل هداف بين مالونغو، كلين شيت في مرحلة المجموعات، 6 لقاءات 6 ديال انتصارات متتالية بدون الشباك ديالو ما تلقى ولا هدف. يعني الرجاء الرياضي حطم جميع الأرقام القياسية في كأس الكونفدرالية، وما تنظنش على أن أي فريق سبق له ودار هذا الرقم هذا. الرجاء في البطولة كاملة الشباك ديالو تلقات هدفين، وهذه الأمور إن دلت على شيء تدل على أن الرجاء الرياضي استحق التتويج بهذا اللقب، لقب من رحم المعاناة، لقب بالرغم من الظروف الصعيبة في الشوط الثاني، ولكن اللاعبين تبتوا على أنهم يستحقوا يحملوا قميص الرجاء الرياضي. أيضا المدرب التونسي يعني أول لقب عنده، يعني لقب عنده القيمة، لما كتجي وكتدرب فريق كبير بحجم الرجاء الرياضي كيرفعك للسماء، يعني والمدرب تنظر على أن الأسهم ديالو غترفع بهذا اللقب هذا، ويعود الفضل الكبير للرجاء الرياضي. كنبغي نشكر جميع المغاربة، جميع الجماهير المغربية ديال الوداد، الرجاء، المغرب الفاسي، ديال أي فرق، كلها وقفوا مع الفريق وكلهم كانوا واقفين مع الرجاء الرياضي، لأنني قلتها من قبل، الرجاء اليوم كان كيلعب وكان كيمثل الراية المغربية، ديما مغرب وديما رجاء. يعني صراحة كما كنقولوا تفرجنا في الشوط الأول ظنيت على أن اللقاء بنسبة 99% انتهى، ولكن يعني كرة القدم تسبق تعطيك الدروس، اللقاء ما تنتهي إلا بصافرة الحكم. يعني والحمد لله الرجاء الرياضي ما ندمش على وابل الفرص اللي ضيع في الشوط الأول. الرجاء الرياضي كان بإمكانه في ثلث ساعة الأولى ولا في 25 دقيقة الأولى يسجل على الأقل 4 ديال الأهداف، جمل يعني أهداف فرص بالجمل. يعني اسمحوا لي لك نهضر بهذه الطريقة، ولكن المشاعر ديال المشجع، مشاعر ديال المغربي، يعني فرص كثيرة للرجاء الرياضي. يعني شفنا الهدف الأول، يعني منذ الدخول لاحظنا على أن اللاعبين ديال شبيبة القبائل داخلين وخايفين من الرجاء، داخلين وخايفين، رجليهم كما كنقولوا ما قدش تهزهم داخل أرضية الملعب. وشفنا هذه المسألة، اللاعبين ديال الرجاء دخلوا بالثقة ديالهم بالعزيمة ديالهم بالخبرة ديالهم، سيطروا على اللقاء في الشوط الأول خصوصا النصف ساعة الأولى بالطول وبالعرض، هدف عن طريق المتألق رحيمي. يعني الرجاء استغل الخطة الغريبة اللي لعب بها المدرب الفرنسي، لعب بدفاع متقدم، عطى فرصة للاعبين ديال الرجاء أنهم يضربوا الدفاع ديال شبيبة القبائل، خصوصا على أن اللاعبين ديال الرجاء معروفين بالسرعة، كنتحدث على الاختراقات ديال الأظهرة وكذلك رحيمي وبين مالونغو. رحيمي على طريقة اللاعبين الكبار كيتقدم وكيسجل الهدف الأول بعدما راوغ الحارس بالبوط، الحارس ديال شبيبة القبائل. الرجاء كمل في السيطرة ديالو وكان بعد دقيقتين قريب من تسجيل الهدف الأول، اللاعب بن حليب ضيع كرة لا تضيع، انفراد بالرأس كان يمكن له يحطها بكل سهولة ويسهل المأمورية. الرجاء كمل في السيطرة ديالو وكيتمكن من تسجيل الهدف عن طريق المتألق بين مالونغو، بين مالونغو اللي غاب في اللقاءات السابقة، كان من الواضح عليه الهياء والإجهاد، ولكن اللاعبين الكبار دائما كيظهروا في اللقاءات الكبيرة. بين مالونغو بالكونترول بالكوفرتور دو بال كيوقف وكيدور بالكرة وكيحطها يعني بواحد الحرفية في شباك الحارس
ديال مولودية الجزائر بالبوط ليو على تقدم الرجاء بهدف الى صفر. الرجاء كمل في السيطرة ديالو بالطول وبالعرض. يعني الرجاء كيف ما قلت واقولها اعيدها واكررها، الرجاء كان بامكانه في الشوط الاول يخرج منتصر بأربعة ديال الاهداف ولا خمسة ديال الاهداف لولا رعونة المهاجمين. وكرة القدم تتعطيك الدروس، لما تضيع تقبل، لما تضيع تقبل، حذاري من التعالي على كرة القدم. يعني ولما سال اللقاء او سال عفوا الشوط الاول قلت يا ربي الرجاء ما يندمش على هذه الفرص الكثيره اللي ضيعنا في الشوط الاول. الشوط الثاني لاحظنا على ان شبيبه القبائل دخل ما عنده ما يخسر، المدرب الفرنسي قام بتغيير. يعني واسوء سيناريو للرجاء حصل تقريبا في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، شبيبه القبائل يقلص الفارق، يعني هدف نزل كقطعه الثلج علينا كمشجعين ونزل ايضا كقطعه الثلج على اللاعبين. من بعد ذلك لاحظنا ان شبيبه القبائل بدا كياخذ وبدا كيسيطر على اللقاء، وما زاد الطين بله طرد اللاعب العرجون. لاعب العرجون تحدثت على هذا اللاعب، لاعب مقاتل، لاعب محارب، ولكن ما ينقصه على انه يلعب بعقله في العديد من المرات كيقوم بتدخلات خشنه تكلف الرجاء الرياضي. يعني تكلف الرجاء، يعني اليوم لو الرجاء كان خسر اللقب لا قدر الله والحمد لله هادشي ما حصلش، يعني العرجون خلى الفريق يلعب 30 دقيقة ناقص ب 10 ديال اللاعبين. العرجون خصو يشتغل على هاد المسألة، خصو يتحكم في الأعصاب ديالو، خصو ما يتنرفش. يعني تدخل مجاني في وسط الميدان ما نقولوش على أنه منع شي هدف ولا خرج كرة من المرمى، وسط الميدان كان يمكن له يلعب بعقلانية. طرد كما كنقولوا أثر على الرجاء، ولكن خصنا نعطيو أيضا الحق للمدرب التونسي. التغييرات اللي قام بها في الشوط الثاني دخول زريدة، والتغيير الثاني ديال دخل نقومة وخرج اللاعب الحفيظي، خلى الرجاء رجع وسيطر على اللقاء. نقومة دخل وعطى داك التوازن في وسط الميدان بحكم ان اللاعب الحفيظي ما كيتقنش للدفاع، ولاعب ايضا البنيه الجسديه ديالو بنيه يعني ليست قويه. نقومة لاعب قوي دخل عطى الحيويه والنشاط للرجاء في الشوط الثاني، ولاحظنا على ان الرجاء ب 10 ديال اللاعبين بدا كيجري اللقاء، بدا كيلعب بطريقه ذكيه، بدا كيخدم الدهاء في افريقيا. هذه المسائل المطلوبه باش تحسم اللقب، وكان بامكان الرجاء الرياضي على الاقل يخرج منتصر بثلاثه ولا اربعه ديال الاهداف لو ان نقوما استغل الانفراد اللي جا في الاول تصدى له الحارس الجزائري، وايضا جاء انفراد اخر رفع الكره ولكن الكره ديالو ما كانتش مضبوطه. الحمد لله الرجاء الرياضي مندمش على هذه الفرص، الرجاء الرياضي حقق الاهم، الرجاء الرياضي يثبت على انه من اقوى من اعرق الفرق الافريقيه، الرجاء الرياضي يحرز اللقب الافريقي التاسع، الرجاء الرياضي عنده فرصه باش يلعب كاس السوبر الافريقي عندما سيواجه المنتصر من الاهلي وكايزر تشيفز، وعنده فرصه باش يحقق لقبه الافريقي العاشر ان شاء الله. الف مبروك للجماهير الرجاويه وللجماهير المغربيه، الحمد لله كما كنقولوا كملت الفرحه ديالنا، لان صراحه الشيء اللي داروا الرجاء في البطوله كان لازم على انه يكمل ويتختتم بالفوز باللقب. الحمد لله، الف مبروك للمغرب، وديما مغرب وديما الرايه المغربيه ان شاء الله مرفوعه، ونتمنوا على ان الانجازات ديال الكره المغربيه ما توقف، ونتمنوا على ان شاء الله فيما هو قادم من السنوات يعني سيطرنا على كاس الكونفدراليه، بغينا نجيبوا الالقاب في دوري ابطال افريقيا كيف ما قال عصام الشوالي. المكان الطبيعي ديال الرجاء هو دوري ابطال افريقيا، لان الرجاء كيتعتبر من اقوى ومن اعرق الفرق الافريقيه. خليوا لي الاراء ديالكم، خليوا لي الفرحه ديالكم، خليوا لي الابتسامات ديالكم، كل حاجه بغيتوا تخليوها خليوها في التعليقات، ونتناقشوا بالتلقاء والعاده بشكل ودي. ما نطولش عليكم، اذا عجبتكم الحلقه ما تنسوا تدعمونا بلايك، بارطاجيو الحلقه، بالنسبه لما مشاركش في القناه ديالنا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يشوفكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كوار فان، السلام عليكم.